يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين على محافظات مصر، على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. العاصمة العظمى 33، الصغرى 24، الإسكندرية 30-24، مطروح 29-24، بورسعيد 31-26، والإسماعيلية 35-24. نذهب إلى السويس، السويس العظمى 35، الصغرى 24، العريش 33-23، طابة 32-25، شرم الشيخ 37-28، والغردقة 36-28. أما عن الأقصر، الأقصر العظمى 41، الصغرى 27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 40-26، حلايب 33-28، وأخيرا شلاتين 36-29. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.